شغل. يعني أول ما يقول اتصلت بك، ما يقول اتصلت فيني، لأهلها يقول اتصلت، يقول اتصل فيني. غريبة على قلبي حتى البر هاي ما اتصل فيني. أول أماني هي لأن أماني خجل يقول قد يقول برسيل برسيل هي أبو هاي ما عربية قد ما وجدت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عن الصحابة موجودة يقولوا قد كان الصحابة هي عن نسمو أبو موسى الأشعرية أو حمل من قد في قضية الربا أو حمل من قد. وكذلك يروى عن ابن عمر يروى في تفسير قوله تعالى وعنب وقبض، قال القبض ما يقبض كالقد. الآن ابن يخجل يقول قد الآن يقول برسيل. برسيل ما لها أساس، ما لها أساس، هذا يخجل كم الكلمة. اي ما صاحي ما صاحي بس سكران ما صاحي كيف حالك؟ يقول ما صاحي اليوم، ما صاحي مو سكراني، الله سكران وأم مجنون أو راقد. إذا كان راقد أم مجنون أو سكران بلا صاحي ما صحي ما صحي ما حد أول يعني ما يقولوا ما صاحي دخلت لعليهم جوه ومعنى ما صاحي تصحوا عن فؤادك غير صاحي. يا اخي وكانوا بعد ما هي حفوا على بعض الكلمات راحت الآن.